إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. متابعينا متابعي شبكة الرومانسية التعليمية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة شبكة الرومانسية التعليمية، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. عاد الله عليكم جميعا بالخير واليمن والبركات. النهاردة إن شاء الله مع شرح حصري ومفيد جدا لكل السادة المعلمين المقبلين على الترقي دفعة 2014، أو من أكمل المدة البينية 5 سنوات ما بين الدرجة والدرجة الأخرى. وإن شاء الله الأكاديمية المهنية للمعلمين النهاردة نزلت المنصة الإلكترونية الجديدة لنظام التدريب عن بعد. دايما حضراتكم هتلاقوا كل الأخبار الجديدة والحصرية للعملية التعليمية على صفحة شبكة الرومانسية التعليمية على الفيسبوك زي ما واضح أمام حضراتكم. إذا كنت حضرتك مش مشرفنا بالإعجاب، أتمنى إن أنا أشرف حضراتكم بالإعجاب بالصفحة الخاصة بشبكة الرومانسية التعليمية. النهاردة الأكاديمية المهنية والمعلمين نزلت المنصة الرقمية زي ما واضح أمام حضراتكم، المنصة الرقمية للتدريب عن بعد. هنتعرض دلوقتي المنصة إزاي نقدر نحجز الدورة التدريبية اللي موجودين عليها، إيه هي البرامج الرقمية المتاحة، إيه هي الفئات المستهدفة من الترقي وهل تم تقسيمها وأنجح أحصل على كام درجة. هنعرف كل الكلام دلوقتي من خلال الشرح البسيط المتواضع، أتمنى إن أنا أكون أفدت حضراتكم. تعالوا نتعرف دلوقتي إيه اللي تم اليوم في الأكاديمية المهنية للمعلمين. النهارده الأكاديمية المهنية للمعلمين أعلنت بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وافق على بدء التدريبات الخاصة بالترقية والاختبارات الأونلاين، وذلك للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2020. طبعا البرنامج الرقمي زي ما حضراتكم عارفين بينقسم لفئتين، الفئة الأولى معلم ومعلم أول، والفئة الثانية معلم أول ألف ومعلم خبير. طبعا أنا بدعو حضراتكم جميعا اللي بتشاهدونا دلوقتي لتفعيل زر الاشتراك في القناة، اشتركوا في القناة الخاصة بشبكة الرومانسية التعليمية عشان يصل حضراتكم كل جديد، والضغط على زر الجرس عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو بيتم رفعه على القناة الخاصة بينا. الدكتور مجدي امين مدير الاكاديميه المهنيه للمعلمين النهارده اكد ان الوزيره والوزير الدكتور طارق شوقي بيعمل جاهدا على تذليل جميع العقبات اللي بتقابل المعلمين في كافه النواحي التربويه التعليميه والوظيفيه داخل الوزاره، وتيسير كافه التدابير على المعلمين ومن ثم حصولهم على شهاده الصلاحيه اللازمه للترقيه. الدكتور مجدي امين كمان اعلن النهارده ان حجز الدورات التدريبيه الالكترونيه اللازمه للترقي هتبدأ بمرحلة الحجز وإن شاء الله، وذلك من خلال الموقع الجديد اللي تم عمله النهارده زي ما واضح أمام حضراتكم، المنصة الرقمية للتدريب عن بعد. والكلام ده هيبدأ إن شاء حجز الدورات التدريبية هيبدأ من يوم واحد بعد غد الخميس 21 مايو 2020. هنبدأ نحجز الدورات التدريبية طبقا للجدول اللي هيتم إعلانه في آخر الفيديو إن شاء الله، الجدول ده خاص بالمحافظات. كمان نزل لنا مجموعة من الإرشادات والتوجيهات اللي من خلالها هنقدر نستخدم المنصه الخاصه بالتدريبات وتدريبات عن بعد وتدريبات اونلاين، ومن ثم الدخول الى الاسئله والاجابه على الاختبارات حتى نحصل على الدرجات اللازمه لاجتياز الاختبار. وان شاء الله بالنسبه لبدء حجز الدورات التدريبيه هيبدا من يوم 21 مايو اللي هو يوم الخميس الجاي، وطبعا على حسب كل محافظه زي ما عرض امام حضراتكم هعرضه في اخر الفيديو ان شاء الله. والناس اللي هتخلف عن حجز الدورات التدريبيه في المواعيد المحدده لكل محافظه هيتم حجز الدوره التدريبيه يوم 2 يونيو، والتدريبات هتبدا او الاختبارات هتبدا ان شاء الله من يوم 15 يونيو القادم حتى نهايه حجز المواعيد المقرره على الموقع. تعالوا نتعرف دلوقتي بينا كده نتعرف على الموقع والمنصه الرقميه للتدريب عن بعد اللي تم اطلاقها من قبل الاكاديميه المهنيه للمعلمين واللي وافق عليها السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. زي ما موجود امام حضراتكم ده اللوجو الخاص بالاكاديميه المهنيه للمعلمين. مرحبا بكم في المنصه الرقميه للتدريب عن بعد، يرجى الاطلاع على الارشادات العامه وطريقه الاستخدام قبل زياره المنصه. الاطلاع على الارشادات، لو احنا ضغطنا هنا هنضغط على الارشادات، اضغط لحجز دوره تدريبيه غير مفعله حتى الان عشان خاطر هتبدا من يوم 21/5 بالاستكمال التدريب، وهنعرف دلوقتي ايه اللي موجود على المنصه. لو انا دلوقتي قلنا هنشوف الارشادات بس ونطلع عليها كده عشان خاطر وقت الفيديو عشان خاطر ما حضراتكم ما تملوش، هنطلع بس على بعض. لو انا ضغطت على الارشادات الخاصه فتح لي هنا تابة جديده على موقع جوجل درايف. الارشادات دي سهل ان انت حضرتك لو انت جيت هنا على الزر ده ونزلت او ضغطت عليه
هنزلها لو انت داخل على موقع شبكة الرومانسية التعليمية وضغطت هينزل معاك مباشرة على الجهاز اللي حضرتك انت بتستخدمه بالانترنت، اذا كان تليفون شخصي او جهاز كمبيوتر عادي. لو انا ضغطت هنا كده هينزل لي الارشادات اللي حضراتكم تعرضوها. لو انا جيت على الموقع ده وضغطت هنا كده على السهم اللي هو نازل لتحت هيقول لي تنزيل، هضغطها. لو انا عايز اطبعها هضغط على علامه الطباعه اطبعها. لو انا عندي جوجل درايف وعايز ادمجها عندي على الملفات هضغط على علامه الجوجل درايف، علامه الزائد اللي جنبها مختصره دي كده، هيبدا يعمل لي الملف ده وينقله لي على الموقع الخاص بيا في جوجل درايف. طبعا حضراتكم التعليمات والارشادات الهامه لاستخدام المنصه الرقميه للتدريب عن بعد، ده اللينك او الرابط الخاص اللي حضرتك انت تدخل عليه عشان خاطر تحجز الدوره التدريبيه، www.bat.edu.eg.platform. ده الفورمز او النموذج الجديد الخاص بالمنصه الرقميه للتدريب عن بعد، عشان خاطر تتعامل مع المنصه وتحقق اكبر قدر من الاستفاده ويكون في سلاسه في الموضوع وحفاظا على المصلحه الخاصه بكل المعلمين. المفروض ان حضرتك هتتبع كل الارشادات دي علشان خاطر تقدر تسجل حساب جديد وتقدر تتعامل مع المنصه وتبدا تدخل وتاخد الاختبار بتاعك والتدريب بتاعك وتجتازه بنجاح ان شاء الله تعالى. طبعا انا هقرا جزء بسيط جدا منه عشان خاطر وقت الفيديو، هسيب حضراتكم تبقى تكملوها فيما بعد. والموضوع سهل وبسيط خالص. المفروض ان حضرتك بعد ما تقرا الارشادات اللي موجوده امام حضرتك دي اللي انا بعرضها امامكم في الفيديو، وممكن تقراها من الفيديو عادي مفيش قد مشكله خالص، المفروض ان حضرتك هتدخل على زر او المنصه الرئيسيه اللي احنا لسه عارضينها وتصفح ما بين المعلومات، وفي مجموعه من الاسئله اللي هنجاوب عليها والمنصه بتجاوب عليها من خلال الاكاديميه المهنيه للمعلمين. وان شاء الله يبقى الموضوع سهل وبسيط، ان انت هتسجل بياناتك، هتكون مجهز مع حضرتك دلوقتي الكود الخاص بحضرتك وكلمه السر او كلمه المرور الخاصه بيك اللي انت بتدخل بيها عشان تعمل صحيفه احوال الكترونيه، والرقم القومي 14 رقم هيتكتب من اليسار الى اليمين، وانت بتكتب لازم تكتب باللغه الانجليزيه عشان خاطر تخلي بالك عشان خاطر ما يحصلش اخطاء في الموقع وتبقى الموضوع مشكله بالنسبه لك. المفروض بعد ما تتم عمليه التسجيل وتحفظ البيانات هيظهر لك بيانات التسجيل عباره عن رقمك القومي، رقمك القومي يبقى اسم المستخدم، كود الحجز هيصبح كلمه المرور. يبقى عندي كده حاجتين، اسم المستخدم يبقى الرقم القومي الخاص بحضرتك او الكود اللي هو الكود الخاص بك انت، كود الحجز اللي ظهر لك بعد ما تسجل هيبقى كلمه المرور اللي انت هتدخل بيها علشان خاطر تبدا تختبر او تبدا تتدرب في التدريبات اللي هنعرضها مع حضراتكم واللي هتعرض مع حضراتكم فيها بعد قصدي يعني ان شاء الله. ونبدا هشوف الكلام ده موجود امام حضرتك اهو، هيبقى ظاهر امام حضرتك نفس الكلام، الرقم القومي اللي هو 14 رقم مكتوب من اليسار الى اليمين زي ما احنا وضحنا، باللغه الانجليزيه، كود الحجز اللي هو كلمه المرور اللي الموقع هيديها لك. بعد الضغط على زر دخول مستخدم جديد زي ما وضع امام حضرتك، المفروض ان هيظهر لك صفحه للدورات التدريبيه الخاصه بيك، هتختار منها حجز دوره تدريبيه جديده، وهتختار منها نوع الدوره، برنامج او برامج الترقي، واسم الدوره هتختار منها معلم اول او معلم اول الف، وبعد كده تضغط على تسجيل. هيسجل لك دوره تدريبيه وهيعرض لك لمده ساعتين، لمده 120 دقيقه، الفيديوهات او الملفات البي دي اف او خلافه. المفروض ان انا هطلع على الكلام ده، وهيبقى عباره عن اربع برامج تدريبيه لكل فئه من الفئات. احنا قلنا في عندي فئتين موجودتين، الفئه الاولانيه اللي هي فئه معلم ومعلم اول، والفئه الثانيه اللي هي فئه معلم اول الف ومعلم خبير. يبقى كده عندي فئتين، فئه رقم واحد وفئه رقم اثنين، الفئه الاولانيه اللي هي معلم ومعلم اول، والفئه الثانيه معلم اول الف ومعلم خبير. تمام، هختار منها الدوره التدريبيه بتاعتي، وبعدين هنضغط على تسجيل ونبدا نعرض الماده التدريبيه. بعد كل ماده تدريبيه المفروض ان انت حضرتك بتقراها قراءه جيده، تمام، ووضع علامه صح امام قراءه التعليمات، ان انت بيقول لك انت قرات التعليمات، بتضغط علامه صح على المربع اللي يظهر امامك ده كده، والالتزام بها، ثم يتم الضغط على زر بدء انشطه البرنامج، يبدا معاك النشاط البرنامج. البرنامج الرقمي زي ما موجود امام حضرتك لتمكين مستهدفين للترقي مقسم ل10 انشطه بكل برنامج، كل برنامج له 10 انشطه، كل نشاط يتبعه عدد 4 اسئله، يبقى كل نشاط، يبقى كل برنامج رقمي من البرامج دي له 10 انشطه، كل نشاط هيبقى وراه عدد 4 اسئله. لا يتم بدء في الدخول في تلك الانشطه الا بعد الاطلاع على المصدر المتاح، الفيديو او الماده العلميه او الملخص. يبقى المصادر المتاحه للانشطه اللي انا هشتغل عليها او اللي انا هتدرب عليها واتمرن عليها عشان خاطر اختبر واحل الاسئله اللي موجوده وراها، يا اما فيديو يا اما ماده علميه عباره عن نصوص او ملخص لحاجه معينه. ولكل نشاط 3 محاولات، كل نشاط من الانشطه دي 3 محاولات، يبقى كده 10 كام نشاط؟ 10 انشطه. تمام؟
كل نشاط وراه 4 أسئلة، يبقى 40 سؤال، كل محاولة تختلف في نوع المصدر المعرفي المعروض والأسئلة الخاصة به. يبقى كل نشاط يبقى له 3 محاولات، ولكن كل محاولة بتختلف على حسب إذا كان فيديو أو مادة علمية أو ملخص. في حالة بدء الأسئلة لا يمكن الرجوع إلى مصدر النشاط مرة تانية. يبقى أنت لو بدأت الأسئلة مش هينفع ترجع للحاجة اللي أنت سمعتها أو اللي أنت اتفرجت عليها أو شفتها أو قريتها تاني، وعلشان يبقى لازم تجاوب الأول. لو أنت حصل مشكلة ولا حاجة ترجع في حالة غلق البرنامج. تعالوا نشوف هيقول لنا إيه. حالة غلق البرنامج التدريبي أثناء بدء الأسئلة لا يمكن العودة لذلك النشاط مرة أخرى. طب إيه اللي يحصل عند انقطاع التيار الكهربائي أو الإنترنت أو غلق البرنامج والخروج من المنصة من قبل المعلم للاستراحة بعد إنجاز أحد الأنشطة بمجرد عودة الدخول مرة أخرى في نفس اليوم؟ هيستكمل من حيث توقف. يبقى أنت دلوقتي لو حصل معاك مشكلة أثناء وأنت بتتصفح النشاط بتاعك، هيرجع جيت دخلت عليه مرة تاني، إذا كانت المشكلة دي تتعلق بالتيار الكهربائي، انقطاع الكهرباء أو انقطاع الإنترنت أو ما شابه ذلك، هترجع على نفس اللي أنت كنت موجود عليه قبل غلق الإيه؟ البرنامج. في حالة عدم اطلاع جيد على المصدر والاهتمام بما يحتويه من معلومات هامة تمنحكم امتياز البرنامج التدريبي السهولة، يتم انتقالكم تلقائيا لصفحة بدء أسئلة النشاط الخاص بتلك الإيه؟ المحاولة. وهسيب حضراتكم تكملوا باقي الحاجات اللي هي موجودة دي عشان خاطر وقت الفيديو ووقت البرنامج. أستاذن حضراتكم لازم تقروا الكلام ده يعني باستفاضة جدا وبدقة جدا عشان خاطر نقدر تجتاز الاختبار التدريبي. تعالوا نتفرج كده على المنصة ونشوف إيه اللي هيحصل فيها. طبعا أنا لو ضغطت على دورة تدريبية، اضغط حجز دورة تدريبية، هذا الزر غير مفعل الآن، وقلنا هيتم تفعيله إن شاء الله من بعد غد الخميس 21/5. هنشوف بدء استكمال دورة تدريبية، هيفتح معايا تابة جديدة. هنتعرف دلوقتي على المنصة زي ما موجود أمام حضرتك. البرامج الرقمية في عرض لي 3 برامج رقمية موجودين للقيادات التربوية، والبرنامج الرقمي للترقي معلم ومعلم أول، والبرنامج الرقمي للترقي معلم أول ألف ومعلم خبير. تعالوا كده ننزل لتحت شوية ونشوف الدنيا فيها إيه. زي ما واضح أمام حضرتك دلوقتي، المفروض إن أنت هنا تكتب الرقم القومي، بعد كده كود الحجز. لما يبدأ معايا الحجز وأقول له دخول المستخدم، هيدخل على البرنامج التدريبي. وده بعض الإحصاءات اللي موجودة اللي بتوفرها لنا الأكاديمية المهنية للمعلمين. السنة دي مرشح للترقية اللي هو العام الدراسي 19/20 332,000 معلم. إجمالي عدد المعلمين تقريبا على مستوى الجمهورية 1,143,009، الرقم كده صحيح؟ تمام. وبالنسبة لمعلمين الأزهر الشريف 220,000، بالنسبة لمعلمين الحكومة أو التربية والتعليم التعليم العام 923,009. دي بعض الاحصائيات اللي موجوده اللي وفرتها لنا الاكاديميه المهنيه للمعلمين. ايه هي المنصه؟ المنصه الالكترونيه للبرامج الرقميه للتمكين المهني للاكاديميه المهنيه للمعلمين. عباره عن تدريب، منصه تعليميه للمعلمين هيتدربوا عليها، بدل ما التدريب كان وجها لوجه، لا التدريب هيكون تفاعلي اونلاين عن بعد. ودي بعض اللينكات الخاصه اللي بتوديك على موقع الرسمي للاكاديميه المهنيه للمعلمين. ايه هي البرامج الرقميه؟ زي ما احنا قلنا، البرامج الرقميه ديت عباره عن تمكين مهني الاعضاء، عباره عن تدريبات، بس التدريبات ديت تبقى اونلاين عبر الانترنت من خلال جهازك الشخصي، تليفون المحمول او الكمبيوتر او ما شابه ذلك، او التابلت او اي حضرتك انت بتستخدمه. الاسئله الشائعه، يعني طبعا في اسئله كثيره جدا هيتم تداولها ما بين الساده المعلمين، وان شاء الله كل الاسئله هيبقى فيها ليها اجابه. اول سؤال، ازاي هحجز الدوره التدريبيه؟ كيف احجز الدوره التدريبيه؟ الاكاديميه مجاوبه لنا، قال ان انت هتدخل على الموقع اللي موجود امام حضرتك ده، اللي هو www.bat.audio.eg.platform، تمام. وهتدخل عليه وهتدخل هتكتب كود المعلم بتاعك والوظيفه الحاليه على الكادر، ثم التاكد من صحه البيانات الاساسيه، لازم تكتبها بكل دقه تامه، وهتكتب الرقم القومي الخاص بحضرتك 14 رقم، وعشان يظهر كود الحجز الخاص بيك، علشان خاطر كود الحجز ده انت هتستخدمه هيبقى كلمة مرور بالنسبة لك للبرنامج الرقمي. ايه هي المدة المحددة للتدريب؟ المدة المحددة 2 ساعة لـ10 أنشطة اللي احنا قلنا عليهم، ورا كل نشاط 4 أسئلة. 10 أنشطة ورا كل نشاط 4 أسئلة، 2 ساعة هي مدة الاطلاع على الأنشطة. طبعا الأنشطة عبارة عن فيديوهات أو ملفات PDF أو ملخصات أو ما شابه ذلك. بكل وأخيرا إجابة على الأسئلة المجمعة في نهاية التدريب. طيب، في حالة عدم الحصول على النقاط المؤهلة لاجتياز التدريب، هل يسمح لك بالإعادة؟ طبعا احنا قلنا البرامج الرقمية دي فئتين، فئة معلم ومعلم أول، والفئة الثانية معلم أول ألف ومعلم خبير. الفئة الأولانية علشان خاطر تجتاز البرنامج التدريبي لازم تصل على 60%، الفئة الثانية علشان خاطر تجتاز البرنامج التدريبي ده لازم للترقي لازم تحصل على 65%، ونشوف هيقول لنا ايه الاجتياز. زي ما واضح امام حضراتكم اهو،
الاجتياز لفئة معلم ومعلم أول يكون من 60%، الاجتياز لفئة معلم أول ألف ومعلم خبير هيكون من 65%. في حالة عدم الحصول، ركز معايا جدا، في حالة عدم الحصول المعلم، علشان يعني لا قدر الله في حالة عدم حصولك على النسب دي أو 60% أو 65% إذا كنت من الفئة الأولانية أو الفئة الثانية كحد أدنى عشان تجتاز الاختبار ده أو البرنامج ده، هتمنح فرصة تانية. يبقى ما تزعلش، في فرصة تانية موجودة للحصول على التدريب بعد الاطلاع على المصادر، ولكن الميعاد مش انت هتحدده، الموقع اللي هيحدد لك الميعاد وتعرف ميعاد الإعادة امتى ان شاء الله. وان شاء الله نأمل ان ما حدش من المعلمين يبقى له ايه إعادة مرة تانية. عشان كده لازم نركز في البرنامج، يبقى نفضي نفسنا ساعتين، الساعتين يعني مش هياخدوا من وقت حضرتك كتير، هما ساعتين هنفضى ونقعد نشاهد الفيديوهات ونقرأ الملفات اللي هيتم عرضها. احنا قلنا 10 أنشطة، كل نشاط هيبقى وراه 4 أسئلة نركز فيهم جدا، وان شاء الله نجتاز الاختبارات بنسبة 100% كمان. هنحصل على الشهادة اللي لازم نتركز ازاي؟ بعد ما بتخلص الكلام ده وبتجتاز 60% او 65% اذا كنت من الفئة الاولانية او الفئة الثانية، هيتم اجتيازك للتدريب وهيتيح لك الموقع الالكتروني او المنصة الالكترونية اللي احنا موجودين عليها حاليا طباعة شهادة الكترونية او افادة ان انت اجتزت التدريب بنجاح بنسبة كذا باجتياز التدريب، ويحصل بعد ذلك على الشهادة النهائية المعتمدة من فروع الأكاديمية التابع لها علشان خاطر تحطها في الملف الايه الخاص بحضرتك. طبعا دي ال4 أسئلة الشائعين اللي موجودين حاليا على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين. في حالة وجود أي أسئلة أخرى تراود حضرتك، يرجى يعني إن أنت حضرتك تحصل على المعلومة والإجابات من المصدر الرسمي للحاجة نفسها اللي هي الأكاديمية المهنية للمعلمين عن طريق الضغط على زر التواصل معنا، وده البريد الإلكتروني الخاص بيه، تبعت لهم أي ميل موجود عند حضرتك بأي سؤال أو استفسار. وهناك بعض وسائل التواصل الأخرى زي موقع الفيسبوك أو الواتساب اللي موجود، عشان خاطر تكلم الدعم الفني الخاص بالأكاديمية المهنية للمعلمين. هنرجع تاني للمنصة ونشوف البرامج الرقمية اللي موجودة. لو أنا دلوقتي ضغطت على أي برنامج رقم، وليكن البرنامج الرقم الموجود أمام حضرتك ده، هيقول لي لو أنا ضغطت على أي برنامج من الأرقام مش هيعرض لي أي حاجة، لأن لسه ما بدأناش إن شاء الله. زي بنذكر حضراتكم تاني، البرامج الرقمية هتبدأ يوم 21 زي ما واضح أمام حضراتكم، لسه ما اشتغلش الموقع الخاص بينا. هنرجع تاني للجدول اللي هو بيقول لي فيه المحافظات هيتم حجز التدريبات. هنبدأ بيوم اليوم الأولاني اللي هو يوم 21/5 اللي هو يوم الخميس بعد غد إن شاء الله. المحافظات محافظة بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء والوادي الجديد والمنيا ومطروح والسويس والبحر الأحمر. بعد كده يوم 22 كده بالترتيب الأيام بالترتيب زي ما واضح أمام حضراتكم، أسوان دمياط الفيوم، 23/5 القاهرة وشمال سيناء، 24/5 البحيرة، محافظة قنا وبني سويف يوم 25/5، محافظة الدقهلية 26/5، محافظة الشرقية 27/5، اسكندرية وأسيوط يوم 28/5، الجيزة كفر الشيخ 29/5، القليوبية يوم 30/5، المنوفية وسوهاج يوم 31/5، يوم 1/6 الغربية والإسماعيلية. ده موعد بدء حجز الدورة التدريبية أونلاين عبر المنصة الإلكترونية الجديدة اللي إحنا شفناها، اللي هي يعني هيتم عرضها دلوقتي حاليا أمام حضراتكم، أو اللي تم عرضها أمام حضراتكم اللي هي المنصة الرقمية للتدريب عن بعد. و طب هيبدأ إمتى التدريبات؟ هتبدأ يوم 15/6 إن شاء الله الفترة الجاية. طيب في سؤال، اللي ما لحقش يحجز في الفترات دي أو اللي راح عليه الحجز في الأوقات دي، إن شاء الله تم تحديد يوم 2/6 كميعاد لمن تخلف عن حجز التدريبات في المواعيد السابقة طبقا للمحافظات الخاصة بيه. وده تقريبا كان كل اللي موجود. ان شاء الله لما تبدا الاختبارات ويبدا الاسئله ان شاء الله من باب المعرفه بالشيء، او يعني ان احنا نساعد حضراتكم كنماذج استرشاديه او نرشد حضراتكم للصح. طبعا الاكاديميه زي ما احنا شفنا وضحت يعني ونزلت بعض الارشادات اللي موجوده، ده سهل ان شاء الله نجتاز الاختبار بنجاح ونحصل على اعلى الدرجات، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. اللي ما شرفناش في شبكة الرومانسية التعليمية، يا ريت استأذن حضراتكم فضلا وليس أمر الاشتراك في قناة شبكة الرومانسية التعليمية وتفعيل زر الجرس عشان يصل لحضرتك كل جديد، ومشاركة الرابط على الصفحة الشخصية الخاصة بي أو في الجروبات التعليمية علشان خاطر نستفيد، وده الصفحة الرسمية الخاصة بشبكة الرومانسية التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ودي المنصة اللي احنا هنمتحن عليها إن شاء الله فيما بعد، وأنا موجود مع حضراتكم في الترقية وإن شاء الله نقدر نفيد بعض. ويعني بحب أهني حضراتكم بحلول أو قرب حلول عيد الفطر المبارك، كل عام وكل معلمي مصر وكل المصريين بخير وأمن وسلامة،
وكل عام وحضراتكم بخير، وكل عام ومصر بلدنا في أمن وأمان إن شاء الله. مع تحيات أخوكم محمود صديق، شبكة الرؤساء التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.